السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كما قلت لكم البارح أن المعلومات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء الرخص الأولية التي تم توزيعها من طرف وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي والمقدر عددها ب9 رخص، هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. ويوسف نباش شخصيا أكد لي المعلومات قبل قليل عبر الهاتف، كنت معه في مكالمة هاتفية، وقال لي أن هذه المعلومات والتي نسبت إلى شخصه غير صحيحة، وراه يطلب من أي شخص وأي صفحة نقلت المعلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذف المنشور، لأنه قال لك أنا ما أدليتش بهذو التصريحات. وكان قال لي بالحرف الواحد، قال أنه مع رئيس الجمهورية بخصوص التصريحات التالية تاعو، لأنه التصريحات الأخيرة اللي كان طلقها رئيس الجمهورية راح تساهم باش يقضيوا على أزمة السيارات في الآجال القريبة إن شاء الله. كذلك كان قال أنه رحب إذا كان هناك تغيير في دفتر شروط السيارات، لأنه راح يكون في صالح المواطن الجزائري وكذلك وكلاء السيارات. هذه هي التصريحات تاعو. أما بخصوص إلغاء الرخص الأولية، راه يقول لكم هذا التصريح لا أساس له من الصحة، وراه يطلب كما قلت لكم من جميع مواقع التواصل الاجتماعي حذف المنشورات التي نقلت هذا الخبر بخصوص إلغاء الرخص الأولية. ماذا بي أخوتي، فقط اشتركوا في القناة وتبعوا القناة، لأنه أي خبر رسمي قلت لكم راح ننشره إن شاء الله. والحمد لله كما القناة تنقل لكم وتجيب لكم غير الأخبار الرسمية، باش هكا ما تدخلوش في متاهات، وأي جديد إن شاء الله راح تصيبوه على القناة. والسلام عليكم.